الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليريه من آياته، إنه هو السميع البصير. الحمد لله عدد خلقه، والحمد لله رضا نفسه، والحمد لله زينة عرشه، والحمد لله مداد كلماته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي دائم لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بلغ رسالات ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه، ترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته ونادى إليها ونبى عنها إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة أنه أودع بركة في المسجد الأقصى وما حوله، فقال في أول سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. هذه البقعة، البقعة الطاهرة، رغب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شد الرحال إليها، في الصلاة فيها. وردت كثير من النصوص في كتاب الله وفي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين ما للمسجد الأقصى من مكانة عظيمة في دين الإسلام، ولن أذكر في هذا الموضع النصوص كلها، وحسبي أن أذكر بشيء مما ثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فمن هذه النصوص: رغب النبي صلى الله عليه وسلم في شد الرحال إليه لعظيم بركته. ففي الحديث الذي خرجه الشيخان في صحيحيهما قال نبي الله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، أي لا يسافر إلى مكان من أجل أن يعبد الله في هذا المكان على جهة العبادة إلا إلى هذه المواطن ثلاثة التي ذكرها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لما لقي أبو هريرة صحابيا من غفار وقد شد الرحال إلى الطور، سأله: من أين أتيت بعدما رجع؟ قال: من الطور. قال: والله لو أدركتك لما مكنتك من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم روى له هذا الحديث الذي خرجه الشيخان: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا المسجد المبارك بناه نبي كريم، تعاقب على بناء هذا المسجد
ثلاثة من الأنبياء. أول من بناه آدم عليه السلام، ثم جدد البناء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، ثم جدد البناء بعدهما سليمان عليه السلام. ثلاثة من أنبياء الله يتعاقبون على بناء المسجد الأقصى، أمرهم الله سبحانه وتعالى بتشييده. قال أبو ذر، وهذا حديث صحيح الإسناد رواه الشيخان في صحيحيهما، قال: يسأل نبينا عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أي المساجد بنيت أولا؟ قال: مسجد الكعبة. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال له أبو ذر: كم كان بينهما، بين مسجد الكعبة الذي شيده إبراهيم عليه السلام وبين المسجد الأقصى الذي شيده وبناه للمرة الثانية كذلك، كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. وهذا يدل على أن إبراهيم عليه السلام باشر بناء المسجد الأقصى، لأنه هو عليه سلام الله الذي بنى بيت الكعبة أو مسجد الكعبة، فبناهما عليه سلام الله. ثم جاء سليمان بعد إبراهيم وبنى هذا المسجد للمرة الثالثة. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما فرغ سليمان من بناء المسجد الأقصى دعا ربه بدعوات ثلاثة، دعا الله فسأله حكما يوافق حكمه، أي أن يسدد الله رأيه، أن يصوب الله حكمه. إذا قضى في مسألة بقضاء كان قضاؤه موافقا لقضاء ربنا سبحانه وتعالى. هذه أول دعوة تحرك بها لسان سليمان عليه السلام بعدما فرغ من تشييد المسجد الأقصى. والدعوة الثانية: سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأعطاه الله ذلك. قال تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. آتاه الله ملكا حرم الله سبحانه وتعالى منه غيره في الحياة الدنيا. والدعوة الثالثة، وقبل أن يسردها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: أما الدعوتان فقد أعطاه الله إياهما، وأرجو أن يعطى الثالثة. ما الثالثة؟ دعا ربه، سأل الله ألا يأتي أحد إلى المسجد الأقصى يصلي فيه، لا يقيمه من بيته، لا ينهزه، لا يقيمه سوى الصلاة، إلا خرج منه كيوم ولدته أمه. فهذه بعض الأحاديث التي ذكر بها نبينا صلى الله عليه وسلم عن فضائل المسجد الأقصى، وأنا لا أريد الاسترسال في ذلك، وإنما أريد أن أتحدث عما دعا إليه رئيس أمريكا، عن صفقة القرن التي يتحدث الناس عنها في هذه الأيام. ونحن نعتقد أن هناك دعوتين اثنتين لحل المشكلة والمعضلة الفلسطينية، هناك دعوتان: دعوة رئيس أمريكا ودعوة الله سبحانه وتعالى. فما الذي دعا إليه ترامب رئيس أمريكا، رئيس الولايات المتحدة؟ صفقة القرن هذه ما هي بنودها؟ من بنودها أيلولة المستوطنات التي بنيت في الضفة الغربية إلى الكيان الصهيوني، التي بنيت بغير طريق مشروع، بناها هؤلاء على أرض غيرهم
من بنود هذه الصفقة أنهم يريدون أن يضفوا عليها صبغة قانونية. من البنود كذلك أنهم أعلنوا أن القدس ستكون كلها ستكون عاصمة للكيان الصهيوني. في يوم 23 يناير سنة 1950 قسمت القدس، فكانت القدس الغربية عاصمة للكيان الصهيوني والشرقية عاصمة للفلسطينيين. اليوم أعلنوا أن القدس كلها ستكون عاصمة لليهود. من بنود هذه الصفقة فرض الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى، والجميع يعلم هذا صغيرنا وكبيرنا أنها وصاية صورية لا حقيقة لها، والأمر كله بنص هذه الصفقة سيكون في يد الكيان الصهيوني. من البنود كذلك نزع سلاح المقاومة. من البنود كذلك تأجيل تشييد المزيد من المستوطنات للكيان الصهيوني لمدة 4 أعوام. هذا ما دعا إليه ترامب لحل القضية أو مشكلة القضية الفلسطينية. فما هو الشيء الذي دعا إليه دين الإسلام هذه المعضلة؟ كيف علاجها في دين ربنا؟ ماذا قال ربنا في ذلك؟ ماذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي تصلح سنته لعلاج كل معضلة تأتي بعده؟ ماذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلاج هذه المعضلة؟ علاج هذه المعضلة لا يكون إلا بشيء واحد، والله مهما عقدت المؤتمرات ومهما تكلم الناس لن يكون العلاج إلا في شيء واحد، في رفع راية الجهاد في سبيل الله. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم دين الإسلام يعلم على الإقدام والشجاعة، لا يقر الخنا لا يقر الخنوع، رجل يسأل سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال يا نبي الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، هذا المال قد يكون كثيرا قد يكون قليلا قد يكون 10 جنيه 20 جنيه، رجل يريد أخذ مالي، قال لا تعطي. قال أرأيت إن قاتلني، قال قاتله. قال أرأيت إن قتلته، قال هو في النار. قال أرأيت إن قتلني، قال أنت في الجنة. دين الله يعلم الإقدام والشجوع والشجاعة والمروءة، ولا يربي الناس على الخنا أيها المؤمنون. ولقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذل سيكون مضروبا على هذه الأمة. يعجب الإنسان ممن ينادي بحل هذه المشكلة بغير هذا السبيل. الآن لو قدر أن لصا سطى على بيتك، احتل جزءا من بيتك، تفاوضه أم تقاتله؟ تخرجه أم تفاوضه؟ هؤلاء محتلون، يجب علينا أولا أن نخرجهم من فلسطين كلها. ليس لليهود شبر واحد في أرض فلسطين، أرض إسلامية، ولا يملك أحد، لا حماس ولا فتح ولا غيرهما، لا يملك أحد أن يتنازل عن شبر منها، لأنها أرض ثبتت للإسلام والمسلمين، أرض إسلامية لا يملك أحد أن يتنازل عن شبر منها. نبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الذل سيكون مضروبا على هذه الأمة إلى أن ترفع راية الجهاد في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر، هذا الحديث لا يحب عباد الإمارات وعباد أمريكا من حكام العرب، لا يحبون سماع هذا الحديث، وآية في كتاب الله. يود عباد إسرائيل من حكام العرب اليوم، عباد إسرائيل من حكام العرب
يود الواحد منهم لو استطاع أن يحكها من كتاب الله. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يكره الواحد منهم أن يسمع هذا الحديث الذي رواه أبو داود في سننه: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا. وهذه هي المرحلة التي نعيش فيها جميعا. الذل مضروب علينا جميعا، لأن الأمة فرطت في هذه الشعيرة المهمة العظيمة، في هذه الفريضة التي فرضها الله وفرضها سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: حتى ترجعوا إلى دينكم. فسمى الجهاد دينا صلوات الله وسلامه عليه. بشارة أختم بها خطبتنا هذه: سيظل المجاهدون يجاهدون في سبيل الله، بشرنا بذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه. والله لقد أخبرنا رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه أن اليهود لن يأمن الواحد منهم طرفة عين ما داموا في أرض فلسطين. قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث رواه أحمد وجود إسناده محقق مسند أحمد، قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين. بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الغلبة لا بد أن تكون للمقاومة، للمجاهدين في سبيل الله، لعدوهم قاهرين. لا تزال طائفة لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وهذا الحديث دليل على صدق نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخذلان الذي عانى منه إخواننا المجاهدون في فلسطين تنبأ به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكما تنبأ به تنبأ أن العاقبة لهم عليه الصلاة والسلام. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فسأله بعض أصحابه: أين هم يا نبي الله؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. هذه العصابة حماس ومن معهم من المجاهدين في سبيل الله، أسأل الله أن يبيض وجوههم وأن يسدد رميهم وأن يرضى عنهم. سيظل أمرهم قائما بنص هذا الحديث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعنا بما فيه من آيات وذكر حكيم. قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، استمع الناس قبل أيام لأحد الأطباء في هذه البلاد ينادي إلى أمر عظيم. ينادي إلى ماذا؟ إلى احترام حرية المثليين. لكم أن تتخيلوا أن هذا يحدث في أرض السودان، وأن هذا الكفر بالله يذاع في قنواتنا في ظل هذه الحكومة التي أسميها بحكومة النكبة، نكبة أهل السودان قاتلهم الله. ينادي
هذا الى احترام حرية المثليين. وانا على قناعة وانتم كذلك. ده كلام راجل مبكول، راجل سوي، راجل عاقل لا يقول هذا الكلام، لا يقوله رجل، رجل سوي عاقل والله ما يقول الكلام ده. احترام حرية المثليين. هذه الفاحشة التي بعث الله نبيا لقومه لاجتثاث جذورها، قال لهم لما نهاهم عنها: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ تكاس للفطر، فطرة سليمة تأبى ذلك. عبد الملك نمروان الوليد بن عبد الملك قال كما أورد ذلك عنه ابن كثير في البداية والنهاية، قال والله لولا أن الله أخبرنا بأمر هذه الفاحشة في القرآن الكريم لما ظننت، ما تصورت، ما تخيلت، لما ظننت أن رجلا يعني رجلا، لولا أن الله ذكرها في القرآن الكريم ما ظننت أن هذا يقع أبدا. هذه الفاحشة لا يؤثر، لم يؤثر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه لعن صاحب معصية 3 مرات سوى أهل هذه المعصية. عند البيهقي قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. نبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هناك حقا يتعلق بمن فعل هذه الفاحشة، أقر بأن هناك حقا يتعلق بمن فعل هذه الفاحشة، حق مضيع يجب أن يعود. ما هذا الحق؟ أن يقتل الفاعل والمفعول به، أن يقتلوا سواء كان محصنين أو كان غير ذلك. قضى بذلك سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإحنا بنقول لهذا السفيه: أنت مسلم؟ إذا قال أنا مسلم فهذا حكم الإسلام في هؤلاء. قضى بذلك سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. والصحابة اجتمعت كلمتهم على هذا، على قتل الاثنين جميعا سواء كان محصنين او كان غير ذلك. لكن اختلف الصحابة في كيفية قتلهما، فذهب علي رضي الله عنه وارضاه، علي الملهم، علي المحدث، امير المؤمنين، ذهب الى انه يجب على الحاكم ان يحرقهما بالنار. هذا قضاء علي في من فعل هذه الفاحشة، ان يحرقا بالنار، هذا قضاءه رضي الله عنه وارضاه. قال ذلك لابي بكر الصديق، ارسل خالد بن الوليد فوجد اثنين يفعلان هذه الفاحشة، فارسل الى الصديق يسأله، فاستشار اصحابه، فامره علي، اشار اليه علي رضي الله عنه وارضاه، اشار الى ابي بكر ان يأمر خالدا بحرقهما، فحرقهما بالنار. وخالف في هذه المسألة عبد الله بن عباس، وروى للصحابة حديث نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال: وددت لو أن خالدا رماهما من مكان عال ثم أتبعهما بالحجارة، لأن هذه العقوبة هي التي اختارها الله لأهل هذه الفاحشة، أن يسقط من مكان عال من فعل هذه الفاحشة ثم يتبع يرجم بالحجارة. هذا حكم الله فيه، هذا حكم سيدنا رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه. ثم يأتي بعد ذلك في هذه البلاد من ينادي إلى احترام من يفعلون هذه الفاحشة: ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين.
اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم من أرادنا وأراد ديننا بخير فمكن له، اللهم من أرادنا وأراد ديننا بخير فأعنه وسدده يا ربنا، اللهم من أرادنا وديننا بسوء اللهم جمد الدماء في عروقه. مثل هؤلاء يتحدثون في وسائل الإعلام، ووزير شؤون الدينية بين الفينة والأخرى يتوعد الأئمة الذين يخالفون قحتا، يتوعدهم ليعود من حريتهم، وهؤلاء يتحدثون بكل الكفر في وسائل الإعلام. نسأل الله أن يرينا في عدوه، في عدوه، فإنه يعلم ونحن لا نعلم. نسأل الله أن يرينا في عدوه، اللهم أرنا في أعدائك عجائب قدرتك. اللهم من أرادنا وديننا بسوء اللهم جمد الدماء في عروقه، اللهم من أراد هذه البلاد ودينها بسوء اللهم أشغله بنفسه فلا يلتفت إلى غيرها، اللهم سلط عليه الأمراض والأوجاع والأسقام يا ربنا. اللهم من أراد ديننا وشريعتنا بسوء فأشغله بمرضه وعدم عافيته. اللهم إنا نسألك أن تولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم أبرم لنا أمر رشد يهز فيه أهل طاعتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم جنب هذه البلاد الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احقن دماءنا، اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ربنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا نعمه عليكم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. طيبة لحياة طيبة.